مرحبا بكم. اليوم هذا النهار هذا ان شاء الله بحول الله غنتحدثوا على المرأة العاملة بعد العطلة، بعد لا ريبريز ترجع للعمل ديالها مع هذا الجو هذا، كيفاش يمكن لها تحمل لي زاكسيسوار، شنو هو الاختيارات اللي هي تكون مناسبه لها كامرأة عاملة اكتيف وتكون متناسبه مع لا سيزون، مع اللباس ديالها ومع لو ستيل ديالها ومع الشكل ديالها. الاقتراح ديالي هو ان كاكسسوارات اللي يمكن لها يمكن لاي سيده انها توضعها هما لي سوتوار. علاش؟ لان هما اللي تيمكن لهم يبانوا فوق اللباس اللي هو تيكون مغطي شي شويه، والاغلبيه تيكون اللباس اللي هو حتى الالوان ديالو ما تتكونش فاتحه، يعني تلبسوا اكثر اللون الاسود، اللون البني، اللون الاخضر الغامق. دونك لي زاكسيسوار اللي تيجيو اكثر هما لي سوتوار، يعني الطاقم اللي هو تيكون شويه طويل. بما ان قلنا الصدر ما يمكن له يبان منه حتى شي حاجه، وحتى اصلا حتى من ناحيه ديال لي بوكل، الاغلبيه ديال السيدات تيكونوا مع البرد وهذا تيفضلوا انهم يطلقوا شعرهم، دونك حتى من ناحيه ديال الودن ما تيكون باين فيها حتى شي حاجه. دونك افضل حاجه اللي يمكن لها تتبان هما هاد الطاقم بهذا الشكل هكذا، اللي يمكن لي نوريكم بعض الامثله منه. كيف ما شفتوا تنقترح عليكم بعد لي سوتوار اللي هما حتى من ناحيه ديال الالوان ديالهم تيتناسبوا مع الالوان ديال الخريف وديال الشتاء، بحال مثلا هذا الطاقم اللي انا لبسته. ولكن احتفظنا واخا هكاك بواحد اللمسه اللي تتفكرنا بالصيف، لان في الصيف تلبسوا الالوان الزاهيه وتلبسوا الالوان البراقه، تلبسوا اللبسات فيهم لي بيرل، تلبسوا فيهم لي كولور اللي هما كيبغي، ماشي حيت جانا الخريف وجانا البرد غنكونوا حزينين، بل بالعكس غنحتفظوا بديك البريق اللي تيكون عندنا في الصيف. ولكن تنمشيو الالوان اللي هي تتكون اكثر دفء، بحال الاسود، بحال الرمادي، بحال اللون البني اللي هو تذكرنا شويه بالتابلا سيزون. ولا لاحظتوا تنحتفظوا بواحد القليل من الالوان اللي هي براقه، اللي تتعطينا واحد الاشعاع واللي تتسمح لنا بحال هذا النوع من الاكسسوارات اننا نستعملوهم في النهار، كم يمكن نستعملوهم في السهرات. لان الا شتي بحال دابا هذه الطريقه، هذا اكسسوار انا لابساه دابا مع الاسود، يمكن لك على فوا تلبسيه في لا جورني كوم كلك تلبسيه في لا سواري، اي سا ريست كيكو شوز لي هو دو مودرن اي تري لايت.